أبرز أعراض وأسباب تكون الحصى في الكليتين. بزاف الناس الام في الظهر يقولوا لا غير ضربوا البيض ولا غير هز شي حاجه، وهي كتكون الحسيه كيخليها كتك. ما هي سبل الوقايه منها؟ فإذا بقات الكليه مسدوده بواحد الحسيه اكثر من شهر فهذا سيؤدي الى تلافيها تماما. اذا كانت الحسيه كتعدى 4 5 ملم اهلا بد من تدخل طبي. صحتنا جميع الاحد زوالا على دوزام.